بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. خيانة الأهلي للزمالك ملهاش نهاية، طول ما الحياة مستمرة هتفضل خيانة الأهلي للزمالك مستمرة، ورغبة بن شرقي تحسم وتقلب الموازين، باي باي مصطفى فتحي بشكل نهائي. ملفات الزمالك فنكوش، وشوبير شايل أو رافع سيفه ضد نادي الزمالك. خلونا نسلم عليكم جمهور نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين. استأذن حضراتكم لو أول مرة تتفرج علينا، استأذن حضراتكم في دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ولايك وشير للفيديو. يمكن النهاردة عندنا مواضيع مهمة جدا جدا هنتكلم مع حضراتكم فيها، ولكن خلوني أبدأ معاكم من تصريحات مهمة جدا. يمكن في تصريح شفته اعتقد انه حقيقي يعني على احد المواقع، بيقول ان شوبير هيشارك بمنتدى الاعلام العربي في جلسة حوارية لمناقشة اسباب من يقف وراء التعصب الرياضي، هل الاعلام ام الجمهور؟ طبعا عارفين مين اللي بيقف امام التعصب الرياضي. طبعا الاعلام مش محتاجة كلام، واولهم احمد شوبير هو رقم واحد في يعني الناس اللي من وجهة نظر يعني بتعمل تعصب في الكورة المصرية. شوبير مش سايب الزمالك في حاله، وشوبير رافع سيفه ضد نادي الزمالك. شوبير بيتكلم على احمد سالم اللي هو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. اتكلم شوبير على احمد سالم، وطبعا احمد سالم مسكينه غسيله مكوى اليومين دول. احمد سالم لمجرد انه طلع اتكلم والراجل بيحاول يجيب حق نادي الزمالك بكل ادب وبكل احترام، الاعلام مش سايبه. ازاي يبقى في حد زملكاوي طالع بيتكلم؟ انما احمد موسى سايبينه، تامر امين سايبينه، خالد ابو بكر سايبينه، وابراهيم سعيد سايبينه، وسيف زاهر سايبينه، واحمد شوبير سايبينه، ومحمد شبانه سايبينه، وكل الناس دي كلها متسابه. انما احمد سالم عشان طلع يتكلم لازم يتنكل بيه، وده اللي طلع اتكلم عليه. طبعا انا مش هقرا لكم البوست بالكامل. محمد رشوان اللي هو المحامي بتاع الاهلي طلع اتكلم على احمد سالم ان هو بيقول كده عشان خاطر هيمشي من القناة. طلع احمد سالم طبعا اتكلم على نادي الزمالك، فالاستاذ محمد رشوان بيقول ان الاستاذ احمد سالم هو كده كده هيمشي من القناة، فطالع بيتكلم على الزمالك وعامل فيها بطل قومي عشان لو القناة او لما يعني القناة تمشيه يبقى هو بطل شعبي قدام جمهور الزمالك، ومش عشان لمجرد انه بيتكلم على الزمالك. وده اللي شافته الاستاذه، اعتقد استاذه سميره الدغيدي اللي هي رئيسه قناه الشمس، وكمان نزلت بوست قالت الكلام ده غير صحيح، والاستاذ احمد سالم بدل ما هو بيقدم 4 ايام في الاسبوع هيقدم 5 ايام في الاسبوع. دي الاستاذه سميره الدغيدي رئيس قناه الشمس. فطبعا الهجمه شرسه جدا. شوبير اتكلم على احمد سالم ان هو بيهدد كهربا، هو الراجل ما هددش كهربا ولا جه جنب كهربا. هو الراجل بيتكلم بيقول ان المفروض اللعيبه تحافظ على الثبات الانفعالي بتاعها وتحافظ على كلامها عشان لو حد موتور من الجماهير شافك في اي مكان ما يتعرضش ليك بالسوء. ده اللي قاله احمد سالم، خلوا ان هو بيحرض ضد كهربا، وكمان في اقاويل طلعت ان كهربا هيرفع عليه قضية بتهمة التحريض ضده. ارهاب فكري وارهاب عقلي وارهاب نفسي بيمارسه الاعلام الاهلاوي ضد اي صوت زملكاوي، بيمارسوا ارهاب ضد اي حد يتكلم. فطبعا موضوع غريب جدا. حتى شوبير احمد سليمان ما سلمش منه. شوبير مسك احمد سليمان وطبعا نتكلم لأ احمد سليمان لمجرد ان هو بيقول للكابتن اكرامي لو رمضان صبحي يعني ملوش حماية اعلامية يجي الزمالك نحمي. شوبير اتكلم والصق الكلام اللي احمد سليمان قاله، ان احمد سليمان يقصد على الموضوع المنشطات، ان لو بيراميدز مش قادر يحمي رمضان صبحي من ازمة المنشطات فالزمالك يحميه. مش ممكن كمية ارهاب ارهاب ارهاب، اي حد من الزمالك يتكلم كلمة بقت ارهاب. انما سيف زاهر اللي جايب كهربا وطالع عمال يضرب في الزمالك ده مش ارهاب. اللي شوبير بيعمله كل يوم لما الزمالك تكون ليه ضرب الجزاء ويجيب الحكام، ولما الاهلي يكون ليه ضرب الجزاء يجيب الحكام عشان يعمل اثبات نفي ان مفيش ضربات جزاء على الاهلي والاهلي كسب بمجهوده،
لشوبير بيعمله ده عادي، اللي ابراهيم سعيد بيعمله ده ضد شيكابالا وزيزو وعبد الله السعيد يوميا ده عادي. انما لمجرد احمد سالم انسان محترم مؤدب صوت واحد طلع اتكلم، فالقيامه قامت ضده. فشوبير طبعا مسك احمد سليمان، واحمد سليمان طبعا ما سلمش من لسان احمد شوبير. تعالوا نتكلم على خيانه الاهلي للزمالك. الخيانه ليها اشكال، ويمكن من ضمن الحاجات اللي مش عجباني هي معاهده السلام اللي ما بين الزمالك والاهلي وما بين رئيسي الزمالك والاهلي. كابتن حسين لبيب راجل غلبان وطيب وراجل كده على نياته وبيصدق اي حاجه، عكس الكابتن محمود الخطيب ذكي بيعرف يتصرف، دماغه سم. محمود الخطيب دماغه سم، وانا اعرفه بشكل كبير يعني دماغه سم. فالمفروض ان في معاهده سلام، المفروض ان الناديين كويسين مع بعض، ده اللي الزمالك ملتزم بيه. انما الاهلي مش ملتزم بالكلام ده ولا هيلتزم بالكلام ده طول عمره. ليه؟ لان امبارح في الحفله بتاعت الاهلي اللي هنتكلم عليها دلوقتي، وهنتكلم على اسرار كتيره، وبنتحدى السوشيال ميديا بتاعت الاهلي انها تعرف تقول الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي على اسرار ناديهم، عشان اثبت لكم قد ايه اللهم لك الحمد مصادرنا اللي بشكرهم مره واثنين وثلاثه على الهواء ايدينا طايله جوه اي حاجه. المهم فامبارح في الحفله بتاعت النادي الاهلي وبيقدم الاستاد والحكايه والروايه والمدينه الرياضيه والكلام الجميل ده، امبارح شفنا لاول مره ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد موجود ومدعو من اداره النادي الاهلي لحضور احتفال النادي الاهلي. فلما قعدت بصيت وقعدت كده يعني تواصلت مع مصدري للامان، يعني اي حاجه بغلب فيها بتواصل مع مصدري. قلت له انا هو ابراهيم سعيد بيجي وانا مش واخد بالي ولا دي اول مره؟ فالراجل قال لي لا دي اول مره ابراهيم سعيد يجي. قلت له يعني اللي في دماغي صح؟ قال لي طبعا. امال انت فاكر ايه؟ ابراهيم سعيد دلوقتي عشان بقى يضرب في الزمالك ويضرب في شيكابالا ويضرب في عبد الله السعيد ويضرب في زيزو وكل المحتوى بتاعه، ما عندوش رؤساء تحرير بالمناسبه، هو المحتوى بتاعه قائم على بيفتح كل يوم يضرب في عبد الله السعيد وشيكابالا وزيزو ورضا عبد العال، هو ده محتوى ابراهيم سعيد. فطبعا الضرب في نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك اكيد عجب اداره النادي الاهلي اللي بتدعو ابراهيم سعيد لحضور الحفل امبارح. لو كانت اداره الاهلي فعلا عاوزه تنبذ التعصب ما كانتش دعت ابراهيم سعيد، وما تقوليش ابراهيم سعيد من رموز الاهلي. ابراهيم سعيد لعب في الاهلي سنتين ثلاثه وفي الزمالك سنتين ثلاثه وعلى كل لون يا باطيستا. ابراهيم سعيد طلع قال انا زملكاوي وطلع قال انا اهلاوي، فابراهيم سعيد ملوش انتماء، هو انتماءه شغله، هو عارف من اين تؤكل الكتف دلوقتي، وكل الناس عارفه من اين تؤكل الكتف. فاللي حصل من اداره الاهلي امبارح لازم نقف قدامه، لازم نحلله، لازم نشوف. يعني اعتقد ان لو كان حد اعلامي عمال يضرب في اداره الاهلي ويضرب في لعيبه الاهلي وكباتن النادي الاهلي، لو كانت اداره الزمالك عزمته وكان قاعد في الصفوف الاولى، اعتقد كانت اداره الاهلي دي رساله واضحه باعلان الحرب من الزمالك على الاهلي، دي رساله واضحه. فاللي الاهلي بيعمله هي رساله واضحه واعلان الحرب ضد نادي الزمالك، والاهلي قرر ان يعلن الحرب ضد نادي الزمالك باللي هو عمله امبارح بدعوته لاحد اهم رموز التعصب في الاعلام الرياضي وهو ابراهيم سعيد. فاللي حصل من إدارة الأهلي ده من وجهة نظري ومن وجهة نظر كتير جدا من جمهور نادي الزمالك هو إعلان لحالة الطوارئ وإعلان لحالة الحرب من الأهلي ضد الزمالك. عاوز أكلمك كده في عجالة على سيف جعفر. سيف جعفر كان طالع على قناة أون تايم سبورت اتكلم على المشكلة بتاعته مع نادي الزمالك، وقال لك إن أنا بتأسف لوالدتي بسبب اللي اتقال عليها في فترة من الفترات. تعرفين الإدارة السابقة اتكلمت على والدة سيف جعفر ويعني ان هي السبب ان الولد ما يلعبش في الزمالك وكلام من هذا القبيل يعني. فالولد بيقول لك بسبب اللي اتقال على والدتي في فتره من الفترات وانها سبب ان انا امشي من الزمالك، وزعلت جدا لما اتقال عليا اني سرقت العقود وضربت حد وانا عمري ما اعمل كده. المجلس الحالي عارف كل الظروف وانا قلت لهم هرجع الزمالك حتى لو هتوقف. بصراحه سيف جعفر اتنازل على كل الفلوس، عن كل الفلوس اللي خدها من بيراميدز قبل كده. وان هو ضحى عشان يلعب في نادي الزمالك اكيد دي حاجه كويسه، وفي نفس الوقت هي لمصلحته لانه طول ما هو في بيراميدز هو ناسيا منسيا. فاتمنى سيف جعفر ربنا يكرمه، وهو ابن نجم كبير في الزمالك زي حازم امام وزي عيله ابو رجيله وزي
العائلات اللي بيبقى ليها امتداد في نادي الزمالك. اتمنى سيف جعفر يحصل على الفرصه الفتره اللي جايه ويكون موجود في نادي الزمالك بشكل مستمر. عاوز اكلمك بقى على بن شرقي ورغبه بن شرقي تقلب الموازين. من يومين طلع علينا احمد شوبير وقال لك الناس اللي عاوزه بن شرقي تيجي خلاص بقى جمهور نادي الزمالك، الماضي ما بيرجعش، وبن شرقي مش هيرجع، وبن شرقي مش عارف ايه، وبن شرقي مش عارف ايه. وشوبير سود الدنيا في وش جمهور نادي الزمالك. ثم طلع امير هشام على قناه النهار بيقول لك بن شرقي بنسبه كبيره بعيد عن صفوف نادي الزمالك، وبن شرقي عاوز 2 مليون دولار عشان يرجع لنادي الزمالك، وده صعب في الوقت الحالي. ده اللي قاله امير هشام وده اللي قاله احمد شوبير. انا طبعا مش هصدق دول، امال هتصدق مين يا محمد؟ هصدق تصريحات نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا كان ضيف اعتقد ابراهيم عبد الجواد، واتكلم في ملف اشرف بن شرقي واعلن مفاجآت يمكن احنا اتكلمنا عنها هنا، وقال لك اني انا وبن شرقي اصدقاء، وهو صديق شخصي، وكمان هو صديق للمسلوسي وزيزو والجزيري. بن شرقي ليه لعيبه كتير اصدقائه في مصر، وبيقول لك دايما بنتكلم معاه عشان يرجع النادي. بن شرقي عنده رغبه قويه في العوده لنادي الزمالك، وان شاء الله يكون في الزمالك الموسم الجديد. فزيزو والمسلوسي والجزيري ودونجا يعتبر بيتفاوضوا مع اشرف بن شرقي، وبيعلنوا رغبه بن شرقي في العوده لنادي الزمالك. وانا قلت لكم ان المفاوضات شغاله ما بين الزمالك وما بين اشرف بن شرقي على الامور الماليه. بن شرقي عنده رغبه ان هو يرجع نادي الزمالك، انما لسه المفاوضات متوقفه على الامور الماديه. والله الدنيا اتظبطت خير وبركه. الدنيا ما ظبطتش معاه اشرف بن شرقي، بص للناحيه الماديه اكتر من الناحيه الجماهيريه والمعنويه والاعلاميه فهيكون موجود في العرب القطري. ده بالنسبة لأشرف بن شرقي وأسرار المفاوضات مع أشرف بن شرقي. من التصريحات كمان اللي عجبتني جدا لدونجا لما بيقولك إن أمير توفيق في الأهلي لما كان دونجا في بيراميدز اتكلم معاه وفاوضه عشان يجي الأهلي، وقال له هنقعد وهنتكلم مع بعض وهنتكلم مع النادي، ولكن دونجا قال له انا الاولويه بالنسبه لي نادي الزمالك، انا عاوز احقق طموحاتي وطموحات والدي، وانا اتنازلت عن جزء كبير جدا 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 لبيراميدز وفلوس كتيره جدا 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 عشان اكون موجود في الزمالك، ولو ما اتنازلتش على الفلوس دي كنت صعب امشي من نادي الزمالك. تتفق او تختلف على مستوى نبيل عماد دونجا ما عنديش مشكله، ولكن ما تقدرش تنكر ان دونجا ضحى كتير عشان يجي نادي الزمالك، وبقاله اكتر من كذا سنه عاوز يجي نادي الزمالك، وبالفعل دونجا نجح انه يجي نادي الزمالك. اللعيب اللي زي ده هو اللعيب اللي بينجح مع نادي الزمالك، اللعيب اللي زي ده اللي عاوز نادي الزمالك هو ده اللعيب اللي بيفرق مع نادي الزمالك، والزمالك محتاج نوعيه اللعيبه دي اللي هي اللي عاوزاه قوي. انت دلوقتي بتنافس الاهلي والاهلي مش هتقدر تجاريه في الفلوس، فانت لازم تلعب على الكواليتي اللعيبه اللي عاوزين الزمالك وبيحبوا نادي الزمالك. وطبعا مفيش حاجه اسمها حب ببلاش، ولكن على الاقل يكون اللعيب منتمي اكتر لنادي الزمالك. امبارح طبعا كان في حوار طبعا الرئيسي للكينج الملك عبد الله السعيد، اتكلم طبعا تصريحات جميله جدا مع ابراهيم فايق، وانسان عاقل وانسان متزن، وعبد الله السعيد شخصيه الزمالك محتاجها حتى خارج الملعب. عبد الله السعيد على مستوى اوضه اللبس احنا محتاجينه، محتاج عبد الله السعيد، محتاج شيكابالا، محتاج الونش، محتاج زيزو، محتاج الجزيري، محتاج المسلوسي، محتاج عمر جابر، محتاج فتوح. الفرقه دلوقتي بسم الله ما شاء الله فرقه الزمالك بقى فيها كباتن مش كابتن واحد، وطبعا على راسهم شيكابالا وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد اتكلم بيقول لك انا نفسي كل يوم يبقى في ماتش بسبب جمهور الزمالك. من اهم مميزات جمهور الزمالك انه بيحب لعيب الكوره وبيصبر على لعيبته. بيقول لك في حب بجد داخل اوضه لبس نادي الزمالك، وده بالفعل انا لمسه وحاسه ان في بالفعل حب داخل اوضه لبس نادي الزمالك. بالمناسبه في لعيبه كتيره صابره على تاخير المستحقات ومش بيتكلموا عشان عارفين ظروف النادي وعشان الجو جوه حلو داخل نادي الزمالك. وكمان بيقول لك شيكابالا بيكلمني من واحنا صغيرين ان انا اجي الزمالك، ان شيكابالا يعني كان معاه وبيكلمهم من ايام لما كان في الاسماعيلي، وتدرج بقى معاه في منتخب الناشئين ثم المنتخب الاولمبي ثم المنتخب الكبير، وهم اصدقاء من زمان. بيقول لك في الزمالك اللعيبه بتخاف على بعضها،
واتكلم كمان بيقول لك انا دلوقتي بلعب رقم 6. حتى ابراهيم فايق استغرب قال له بتلعب رقم 6 ازاي؟ قال له انا تحت امر الجهاز الفني وانا تحت امر مستر جوزيه جوميز، وبيقول لك لازم هو الراجل عاوزني العب تحت الكوره وعاوزني اكون موجود رقم 6 عشان بيبني الهجمه من عليا، فلازم اكون موجود ولازم الكوره تكون معانا طول الوقت، فعشان كده هو الراجل بيلعبني رقم 6. بصراحه انا مش مقتنع بالمركز اللي بيلعب فيه عبد الله سعيد، ولكن هي وجهه نظر جوميز اللي بيلعب عبد الله سعيد رقم 6. واللعيب طبعا بيقول لك ان تحت امر عبد الله لعيب كبير يلعب في اي حته، عبد الله ده يقف جون يعني. فعبد الله بيقول لك ان انا لعبت رقم 6 والمدرب بيعتمد عليا عشان لازم الكوره تكون معانا طول الوقت، دي من مميزات جوميز، ولازم اطلع بالكوره من تحت لفوق. فطبعا تصريحات مميزه من عبد الله جمعه. وبعدين بقى بيسالوا ابراهيم فايق بيقول انت ما تاثرتش بعد ما مشيت؟ طبعا حكى يعني رحيله من الاهلي، والاهلي قال له شوف مصلحتك وشوف نفسك وكلام من هذا القبيل. فابراهيم فايق بيستغرب بيقول له يعني في لعيبه مشيت من الاهلي او مشيت من الزمالك وقعوا نفسيا، فانت بسم الله ما شاء الله موجود وثابت وعديت باعاصير كتيره وانت لسه ثابت على موقفك وقوي ولسه مستواك زي ما هو. فعبد الله سيد قال له انا مش بتاثر يعني باي حاجه، انا بركز في الملعب وانا بركز في شغلي وفي اي مرحله من حياتي ما بتاثرش باي حاجه. فساله ابراهيم فايق قال له طب لو الزمن رجع بيك توقع للزمالك تاني؟ وقال له لو الزمن رجع بيا اوقع للزمالك تاني. صراحه عبد الله السعيد من اللعيبه اللي انا بحبها جدا جدا جدا، وعبد الله السعيد المفروض ما كانش مشي من نادي الزمالك، وكان المفروض اداره الزمالك السابقه لما تعاقدت مع عبد الله السعيد ما كانتش سابته لتركي الشيخ ورجع الاهلي تاني وكان جه نادي الزمالك، لان عبد الله السعيد لو كان موجود في نادي الزمالك من 2019 اعتقد نادي الزمالك كان يعني هيبقى محتفظ بلعيب من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر. فرحيل عبد الله السعيد والتفريط فيه لمجاملة تركي الشيخ اعتقد انها ما كانتش صح، وكانت حاجة زي ايه مجاملة شخصية كده حصلت عشان عبد الله السعيد ما يكونش موجود في نادي الزمالك. فاللي حصل في رحيل عبد الله السعيد في 2019 بصراحة هي كارثة لا تغتفر. بص بقى صالح جمعة احنا ناقصينه، كان هو كمان في حوار بيقول لك اتمنى اللعب لنادي الزمالك. دلوقتي بتتمنوا اللعب لنادي الزمالك، وحسام حسن بتاع سموحة امبارح بيقول لك اتمنى اللعب لنادي الزمالك. خلاص بقى الزمالك عليه سكر دلوقتي، بقى الزمالك جميل دلوقتي. فطبعا يعني إيه اللي بيختار الاهلي والله العظيم يعني بيلعب وبياخد بطولات، ولكن عمره بيكون قليل في الملاعب. افتكروا ابراهيم سعيد ودلوقتي صالح جمعه وكان حسام حسن بتاع سموحه وقفشه، شوف بيحصل فيه ايه. بالمناسبه قفشه هيرجع للتدريبات النهارده ويتم توقيع غرامه عليه، واتفقوا معاه اني نسكت ما نتكلمش كفايه اللي انت عملته فينا من يومين يعني. تعال بقى ندخل على موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو مصطفى فتحي. مصطفى فتحي سالت كويس في الموضوع بتاعه. الناس كانت بتقولي ان في زي بند في عقده انه حق له الرحيل مقابل ان اي نادي يدفع مليون دولار. هذا البند مش موجود في عقد مصطفى فتحي، واللي موجود في عقد مصطفى فتحي إعادة البيع 15% لصالح التعاون السعودي. هو ده البند الموجود في العقد بتاع مصطفى فتحي. عرفت معلومة من مصدري بيقول لي إن مصطفى فتحي في بيراميدز، وبيراميدز نادي إماراتي. طيب مين اللي بيعمل الشراكة مع النادي الأهلي في موضوع الاستاد والمول والهايلمان اللي بتعمل ده؟ رجال أعمال كبار وناس تقال من دولة الإمارات الشقيقة. فقال لي يا محمد بسهولة جدا، الأهلي اللي بيضرب الزمالك من تحت لتحت بدليل إبراهيم سعيد، الموقف اللي لسه حكوه لكم، بيقول لي بسهولة جدا الأهلي لو كلم حد إماراتي كبير من المسؤولين الكبار اللي شغالين معاه في الاستاد وقال له أنا مش عاوز مصطفى فتحي يروح الزمالك أو يتباع للزمالك، هيترفع التليفون من رجل الأعمال الإماراتي أو واتيفر لمسؤول النادي الإماراتي، مصطفى فتحي ما يمشيش للزمالك، القصه هتخلص بمكالمه تليفون. مصدري قال لي كده، بصراحه انا اقتنعت. مش عارف انتم رايكم ايه، هل انتم مقتنعين بالكلام ده ولا لا؟ ولكن هو الراجل قال لي كده، قال لي محمد صعب جدا. وبعد الشراكه اللي حصلت هنتكلم دلوقتي عليها، بعد الشراكه اللي حصلت ما بين الاهلي ورجال اعمال كبار من دوله الامارات الشقيقه. فده بالنسبة لي مصطفى فتحي، ولكن مفيش أي شرط جزائي. أنا طبعا أتمنى مصطفى فتحي، ولكن خلاص يعني لو بن شرقي جه ما جاش، مصطفى فتحي جه ما جاش، نبص للمستقبل ونبص لقدام، والمفروض إن احنا خلاص نبقى عندنا رفاهية الاستغناء.
نبدأ بقى ندور على بدائل اللي هم طبعا لعيبه كبار ويفرقوا مع نادي الزمالك، ولكن الزمالك هيضيف لهم اكتر واكتر واكتر واكتر. خليني اقول لك الخبر ده من مصادري داخل الاهلي. شركه مجموعه بيلتون الماليه القابضه التابعه لدوله الامارات هي اللي تحملت التعاقد مع كل بيوت الخبره الكبار في العالم، وهم اللي عملوا كل تصاميم المدينه الرياضيه، وتكلفه التصاميم كلفت الشركه 200 مليون جنيه، وهيتم تحويل مقدم البناء الى كل الشركات المنفذه للمشروع 4 مليار جنيه لما باقي تراخيص تخلص. هتاخد حوالي شهرين ثلاثه، وتكلفه اجمالي المشروع كله حوالي 16 17 مليار جنيه. والامارات كلفت اكبر شركه امريكيه اللي هي مسؤوله عن استاد الكامب نو بتاع برشلونه، عشان يعني نعرف طبعا علاقات الخطيب في الوطن العربي كبيره بدون الدخول في تفاصيل، يعني علاقاته كبيره جدا جدا جدا. ففي شركات كبيره جدا، وطبعا جمع وزراء سابقين ومسؤولين سابقين عندهم شركات كبيره، ومن اهم الناس في البلد موجودين طبعا. كل دول هيبقى موجود في كيان واحد شغال مع النادي الاهلي. طبعا حاجة كبيرة بتحصل، دي فايدة العلاقات اللي بتحصل. الزمالك على مدار العشرين 25 سنة اللي فاتوا علاقاته سيئة جدا جدا جدا، وحل وزوال وعزل ومش عارف، وده يتخانق مع ده وده يرفع قضية على ده، ودخلنا في حيطة بسبب اللي المصالح الشخصية وبسبب كل واحد بيحب نفسه. يعني يمكن انا وصلت للنهاية، وان شاء الله باذن الله هنكون موجودين معاكم في لايفات اخرى النهاردة ان شاء الله باذن الله، لاني لسه عندنا مواضيع مهمة جدا 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 جدا. سعدت جدا بيكم، وفي النهاية لو ايه الحلقة عجبتك او انت بطل ومكمل معانا الاخر اكتب لنا انك بطل، وما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان تفعيل الجرس على الكل، ولايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم. ألف سلامة.